السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الحيوانات والطيور، والنهاردة هنتكلم عن الدب. الدب حيوان ضخم مشهور معروف لدى جميع الناس. من دلالات الدب لما جه يتكلم عنه بعض المفسرين قالوا من دلالات الدب يدل على الرجل القوي، ويدل في المقابل أيضا على الرجل الخبيث وعلى العدو المحتال وعلى السارق، ويدل على المنصب، ويدل على التخلص من المشاكل والهموم، ويدل على أزمات مالية، ويدل على الورطة، ويدل على أصحاب سيئة. القريب الذي يتسم بالشر والدهاء، دي برضو من ضمن دلالات الدب. في قريب منك ويتسم بالدهاء والشر، ويدل أيضا على أنك شخص جاد في حياتك. ويدل أيضا الدب في المنام على فعل المعاصي، ويدل الدب أيضا الخوف والفزع من المستقبل. عندك اضطراب نفسي وقلق فيما هو آت في المستقبل. طيب ندخل على العزباء. العزباء رؤية الدب في المنام بالنسبة لها تدل على سعة رزق، لا سيما إذا كانت بتربي هذا الدب في بيتها، يدل على سعة رزق. وقيل زواج، وقيل خير ومكاسب، وذبحه زوال هموم. ده بالنسبة للبنت العزباء. أما المرأة المتزوجة ذبحه تخلص من مشاكل. رؤية الدب الكبير السمين وشايفاه هادئ بالرغم من كبر حجمه، ده يدل على استقرار أسري. النحيف تخلص من مشاكل. طيب بالنسبة للمرأة المطلقة، رؤية الدب بالنسبة للمرأة المطلقة أخبار سارة، ذبحه تخلص من هموم. رؤية الدب بالنسبة للمرأة المطلقة في البيت تغيير الحال من أسوأ إلى أحسن وأفضل. الحامل ذبحه كثرة أموال، وقيل حينما تراه في البيت أو يجري ولادة سهلة. رؤية لحمه أخبار سعيدة، ورؤيته بالنسبة في حديقة الحيوان تدل أيضا على الفرح والسرور والأخبار السعيدة، كل ده بالنسبة للمرأة الحامل. طيب بالنسبة للرجل المتزوج، المتزوج السمين منه أو الكبير زوال هموم، رؤيته فقط بدون تحديد من تشفاكرة أو عفوا من تشفاكر، هو كبير صغير ماشي، أنا شفت دب خلاص، تخلص من مشاكل. طيب لو شفت الدب داخل البيت سعة ورزق وفير وكبير إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل. بالنسبة للدب للشاب، رؤيته زواج. رؤية الدب بالنسبة للشاب زواج، ذبحه تحقيق أمنيات، إطعامه أنت صاحب أخلاق حميدة، الأسود منه أخبار سعيدة. طيب بالنسبة لملاحقة الدب، الدب بيجري وراك، عبارة عن حاسدين وأعداء لك يريدون أن ينالوا منك. آخر حاجة ممكن نتكلم عنها في الدب، البندة، برضو ده فصيل من الدب. لو شفته اعرف ان رؤاه كلها محمودة، رؤيته فقط لمجرد رؤية البندة تحقيق اماني كنت تأمل تحقيقها. هذا كل ما يخص الدب في المنام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.